السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير. نقول لكم ديما راك عارفني، قبل ما نمشيو الخدمة كنضربو طليلة على الفريقات، لي ناقصو الماء ناقصو، لي ناقصها الماكلة كنزيدوها. المهم كنبقاو حاضرين معاهم. دابا راك عارفين الصيف، هاد المرة الرابات راه كاينين لي كتلقاهم خاوين، لي كتلقاهم قرو خواو، فهمتو؟ دونك ضروري ما تحطيو تحضيو مع الطويرات ديالكم. فوليات هي كتشوف شكاين في الطريق، يا شكاين شي طير من قوب معضود من رجلو، شي حاجة بحال هكا، شي طير من قوبر. المهم كت ضروري ما تضرب طليلة، ضروري ما تضربش طليلة باش تعرف اش طاري. دابا دايرة يومين متابعة، هانتوما كتشوفو كنطل تلقى البيض في الوكالة، هادي شي نتوة راه حطت البيض، هاهما جوج بيضات، ولكن ما عندي ما ندير بالبيض دابا أنايا. ارتاحوا العام الجاي إن شاء الله هذا فرجوني، ما دابا غا بالصحة، فهمتوا؟ جوج بيضات اللحوم ما عندنا ما نديرو بيه. كما قلت لكم، واحد يقلب طويراتو يشوف شنو طاري، والشرابات راك عارفين ديما خصك تغسلو قبل ما تمشى. عمر الموسير، شد الشرابة غسلها، عمر فيها الماء، حط الطير، هذا سير. وهاد اللعيبة عاوتاني كتوقع ليا، ما كيجيني الفيديو حتى نكون غادي للخدمة، هذا يجيني نصور شي فيديو شغل بلان كيدير، في الاخر تولي معطل. نبدل لهم كاملين، بان لي احسن نبدل لهم كاملين. تبارك الله، راه الطويرات غادي مزيان. اي انا كنت غنصفي على واحد منهم، دابا نعاود لكم البلان. الغلط ديالي انايا، راه ديما كيبقى الغلط ديال المربي. ماشي، هنا هو الطريق غنصفي عليه، باش غنصفي على الطوير هدا باش توقع ليا. دابا السبت يمكن ولا معرفت الحد، معقلتش بالضبط، يمكن الحد الطوير كان شرب الماء بزاف وما عدوش بيه، وصافي الماء يعني ما بقاش عندو. وهي الطير راك عارفين الطير شما المقلي، ملي كتعطش راه عينيها كيوليو بحال شي شينوي، عينيها كيوليو مجبدين وبحال باغا تصدم. ديك الساعة راه طاتشان، راه الجسم ديالو خاوي من الماء، ما كاينش فيه شي حاجة ديال الماء. ايوا هي هاديك جيت درت انايا، كنت خارج يمكن غادي مزروب وما عقلتش بالضبط شنو كان عندي. جيت شديت الماء، عمرت ليه الشرابة مزيان، حطيت عليه، راك عارفين عطشان فاش غادي يمشي الشرابة، ما غيحيش من حدا، غيبقى يشرب. اي في اللوبة اللي يسرب صافي، كجينا من المهم يسرب صافي. مشيت تلقى الطير مليوع على جنبو، فهمتو؟ الطير مليوع على جنبو و كيحل فمو، فمو كيخرجو منو بحال الفقاعات. تقول الطير مسكين واكل الصابون، ولا مسكين بحال الفقاعات، هو راه داك سميتو مصارنو، عمرو ما وبرد بجوج، ما كعرفين كيشرب بداك اللهفة بحالنا حنايا تقريبا. ملي كنكونو عطشانين و كنجيو نشربو بالجد، كندخلو البرد والماء بجوج دقه واحده كنتزواو. نفس القضيه حتى هو طرات لي، يعني كيشرب بالجد وواحد اللي عارفين مجنن على الماء، مسكين كيشرب 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 حتى سميتو حتى مسكين تزوا. راه هو كنت سمع واحد الصوت ديال العصفور، راه واحد العصفور حتى هو كبر لهم هاد العش، راك توريت لكم في هاد الصوره، راه طلع عصفور كرد كرد، دابا بالك يسرسر الصوني ديال الدار. سميتو كما قلت لكم مسكين، هي هذيك تاكي بالي مسكين طاي على جنبو، قلت صافي مشى ليا الطوير هذا، مول الباقا صفرا مشى. الساعة الحمد لله راه حفظ الله وصافي، مرا مسكين يموت فيها، وكيبان مسكين متكير، وعرفتي وعدو واحد العوينة زوينين، فهمتو؟ هاد العوينة تبارك الله كبار، شوف هاد العوينة تبارك الله كبار، وجايب واحد المصاج راه كيبان كحل، ولكن هادشي ما كيبقاش ك يعني ككريتير باش نقولو حنا راه تكر 100%، راه كدب عليكم كذاب،
راه ما كاينش شي واحد عنده سكانر في يديه ولا في عينيه ولا كيشوف شاف الطير صغير كيقول لك سافرتك. راه المعلميه المقانجيه راه كيغلطه، راه ولا طيح في الغلط، بغا يجيب لك راه طيح في الغلط، طيح في الغلط ما يمكنش، راه ولا طيح في الغلط، بغا يجيب لك راه مع راه مقنين هادي، راه ماشي كنار ولا شي حاجه، كنار وبراسو كيغلطو فيه، كانوا حاسبينو على نتوما يطلع عليهم كر، وكانوا حاسبينو تكر يطلع عليهم نتوما، والله العظيم. المهم القضية وما فيها، فيما يا خويا يكون عندك شي طيارة، دابا هذا هو المشكل، كنكونو عارفين حنايا هاد القضية، ولكن كتسهى عليها راسك، كيكون فكر في شي حاجة أخرى، صافي كتكلف في واحد اللحظة صراحة، كتكلف في واحد اللحظة وكدير غلط اللي هو في هادي، هو هاديك الساعة شنو خاصك دير؟ تحط الطيارة تبقى حداه. يعني انفو يشرب جوج غمات الاولين تحيد ليه الشرابه، جوج غمات عاوتاني حيد ليه الشرابه، وسيد 4 دويره عاد تجيب ليه الشرابه، يعني بشويه بشويه تيتهيد غطا بشويه بشويه، يعني ماشي يحط عليه يبقى يورد فيه بحال شي جمل، يبقى يضرب فيها مسكين حتى يقدر يموت ولا شي حاجه بحال هكا. اما تعطيها ليه كما قلنا بشويه بشويه، تعطيه يضرب جوج غمات تحيد ليه الشرابه، جوج غمات تحيد ليه الشرابه، ان شاء الله حتى يشرب مزيان، ديك الساعه يحط ليه الشرابه ديالو خليه يعني. صافي ما يوقعش لي هذاك المشكل. المهم الحمد لله، راه كان عندنا غير الظرف، عندنا غير الظرف في هاد القضيه هذيك، وراه مسكين كره زوينه، كره تفرقع وين سيرنا مسكين. المهم غلط درناه، المهم راه كيبيعو لي شي واحد، راه بداو كيطيحو في الريش، حتى هذا راه طيح الشطابه ديالو، هذا هو باقي، هذا تا هو راه كيطيح باليد، اليوم طايحين شي سيوفه. المهم راهم غادي 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 غادي، ان شاء الله ما نعطيهم الزريعه ديال الشوك، غنزيد ليهم غنعمر ليهم الماء ديالهم، غندير ليه فيهم خل تفاح وصافي، هادشي غادي نعطيهم. الكنار عندو راه ما راه حاط ليهم بير لامور بيضا، باركين متشكين عليها تمايا، هاد نتي هو التمر غادي نبدل ليهم الماء جويلة هادو، ونعطيهم تما شوية زريعة الشوك، هاد الجنتيوات هادو هو هادشي لي كاين. المهم راه مبقاش فيهم داك الفز بزاف، هانتوما شتيهم، راه مع الوقت راه مكاين لا دريساج لي والو، راه كتبقى تدخل عليهم وتخرج عليهم، هانتوما الطيور راه شوية مبقاش داك التفرفير، تا راه قربتي بيها بصح، فهمتي فهمتي، تا راه قربتو بيها بصح وتحركتي بالجهد، داكشي عاد كيبداو يفتتو بزاف. شوف هذا خلاص، هذا راه طير قديم، هذاك راه كالمي تما، هما راه غيتكالما ان شاء الله، غيتكالما ما حطو هما كيزيدو في الوقت، راه مازال غادي يزيدو يتكالما. المهم مبقاش هو داك التفيد الخايب، حيت الطير كيضرب فيك كيبان لك ضرب مع ضرب مع مع المسلوكة، انت مسكين كيرعف، هذيك هي اللي خايبة. وبحال هكا راهم موانسين، واحد كيشوف واحد اكسيتيرا راه مكالمين، يعني واحد راه يتبت الاخر، احسن من طير يبقى غير بوحدو، طير يشوف طير حتى هو يعاونو في التثبات اكثر، الا كان طير واحد مكالمي والاخر شويه كيتخلع بزاف، راه واحد فيهم غادي يقاد الاخر، هذاك اللي مكالمي راه غيكالمي مع الاخر حتى هو. المهم راه تبت بيتو، شي وحدين راه كيخرمزو، راه لعلك صافي، راه كانت تخرميز على الصباح، شكون كيخرمز فيهم باقي ما عرفتش صراحة، الله يعاونك. كاينين شي وحدين كيخرمز مزيان الكلام، ما عرفتش شنو واحد، راه داك العصفور راه حامي، تشاو 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 باغي ياكل، وما كيشبعش اخوتي داك العصفور، والله ما كيشبع، هادشي دابا غير بقى عندو سترينغ، هذا لا ولا يضرب الزوانه، ولا عندي ميزانيه ديال الزوانه مع داك العصفور، تبارك الله كياكل بزاف وكال. هادشي اللي كاين مع مطويرات، قادو ليهم الالاعيب، نغطي الشرابات، نضرب عليهم خل التفاح، نطلعو للخدمة إن شاء الله. واللي خدام هاد الصباح هذا الله يسهل عليه الإخوان، الله يسهل على الجميع، الله يسهل على أي واحد خدام الإخوان، ولا كيقرا ولا مكيقرا في الصيف، ها لا الناس ديال القراية خذوا الراحة إن شاء الله، تال شهر 9 الله يعطيك العافية، الله يسهل على الجميع إن شاء الله.